فضل القراءة تحيا الشعوب، فهيا تعالوا ننير الدروب. يسرني أن أكون معكم في هذه الليلة الجميلة المباركة والاحتفال بختام مشروع القراءة العربي وتحدي القراءة العربي. أما المركز الأول فكان من نصيب مدرسة ابن خلدون. حانت اللحظة، من هو بطل التحدي في المملكة العربية السعودية؟ محمد مختار السلمان من الشرقية. التي فازت بالمركز الأول شذا باشا الطويرفي. هذا الفوز يعني لي الكثير. المسابقة هذه أكدت لي أن الثقة بالنفس تبني كل شيء. لا تخاف، لأن الخوف هو أكبر عدو لك.